أنا خلصت كل الإجراءات، صار فينا نروح. حاجة تطلعي على هالصورة، لا تحرقي روحك أكتر، اتركي هالصورة كبيها. ما رح أتركها، رح خليها معي مشان ما أنسى. كل ما نسيت هاي الصورة بتذكرني. بسببي عم تحترق روحك كمان. بس أنا رضيان بهالشي، مستعد لكل شي وأنا جنبك. ما في نهاية لهالموضوع. آخ يا ريان، بتتذكري ريان وقت وقفت على باب الغرفة وقلت لها خلينا نروح قبل ما يزوجوكي؟ دائما كنت رضيان اني احترق معك بس ما قبلتي. تعتقد ما فكرت اني روح معك؟ ايه، ليش ما رحتي؟ ما عاد مهم هلأ. بترجاكي قولي شو صار يوميتها. امك ويارين كانوا بالغرفة، بعدين حياتي كانت رح تنتهي يوم. ما كنت بتمنى انك تتأذى ويصير لك شيء. اخ يا ريان اخ. هلأ منروح من هون ومنبعد عن كل الناس، رح اخدك على مكان بعيد كتير ما حدا بيقدر يلاقينا فيه وما حدا بيقدر انه يأذيكي. خلينا نروح يا ريان لوين ما بدك، مدينة تانية أو برات البلد، على مكان ما حدا يعرفنا فيه. وإذا لقونا شو رح يصير؟ ما بيقدروا ياخدوكي مني، مستحيل اسمح لهم بهالشي، صدقيني. لا عاد تخافي وانتي معي، انتي بس خبريني لوين بتحبي تروحي وانا باخدك. بس انا ما بدي روح على اي مكان، هون بيتي وهون أرضي. أنا مرة واحدة بحياتي طلعت من هداك القصر برغبتي، ومن هديك اللحظة تحولت حياتي لجحيم. كنت أقول إنه هداك القصر سجن بالنسبة لإلي، خلوا كلمة ديات تصير سجن لإلي. قلت بدي أطير، بدي طير لبعيد وابني العش تبعي، بس ما قدرت ابني عشي، كسروا لي جناحاتي حتى قبل ما طير وصرت اتدحرج على الارض. انتهى كل شيء، انا بطلب منك تاخذني على مكان.